أولاً قبل ما أبدأ عايز أسأل، في كم واحد يعرف أول ستريت ماب أو خريطة الشوارع المفتوحة؟ ممكن يرفع إيده؟ تمام، أوكي. طيب أول ستريت ماب إحنا ممكن نعرفها إن هي مشروع تعاوني يهدف إلى إنشاء خرائط منشورة برخص قارة. يعني مشروع مماثل أو قريب جدا من فكرة ويكيبيديا. إن هو مشروع تعاوني ممكن أي حد يشارك فيه، وإن هو منشور بصورة حرة، والهدف بتاعه إنشاء خرائط لكل العالم، وممكن أي حد يستخدمها وأي حد يعدل عليها زي ويكيبيديا. اللي شايفينه ده المين بيج بتاع الأوبن ستريت ماب. الأوبن ستريت ماب يعني مرتبط بصورة كبيرة بويكيبيديا. يعني مثلا لو دخلنا دلوقتي عملنا سيرش على ايجيبت او مصر، هنلاقي جايب الخريطة، وتحت هنا في الآخر جايب مقالة ويكيبيديا اللي بتتكلم عن ايجيبت في الآخر خالص. والمسؤول عن أوبن ستريت ماب هي أوبن ستريت ماب فاونديشن، وهي مؤسسة غير ربحية، يعني مماثلة بشكل يعني زي مؤسسة ويكيميديا، مسؤول عن ويكيبيديا، وهي برضو مؤسسة غير ربحية معتمدة على التبرعات. دلوقتي how to edit بقى open statement. احنا ممكن دلوقتي نفتح الويب سايت ونبص عليه. مثلا الخريطة هنا مش كاملة، فأنا في حتة هنا عايز أعمل لها إيديت أو أعدل الخريطة، يعني قريبة من ويكيبيديا بالظبط. أنا هنا هعمل لوجن باليوزر نيم بتاعي، وبعدين هنا هعمل إيديت. مثلا المكان ده انا عارف ان المبنى ده بنك، فانا عايز اعمل ايديت واعرف ان المكان ده بنك. فهنا ممكن هنا عندنا الاختيارات ايه، بوينت اد ريستورانت مونومنتس بوستر والاذر بوينتس. هنا لاين لو عايز هاي واي اور ستريت، اريا اد باركس اور بيلدينج، فهو ده الاختيار بتاعنا. اريا Save changes to open street map by being visible to all users. يعني زي ويكيبيديا بالظبط، مجرد ان اعمل سيف اي مستخدم تاني ممكن يشوف التعديل بتاعي. The changes will upload as محمد عبده will be visible for all maps to use open street maps data.
تمام كده عملنا تعديل، واي مستخدم تاني هيدخل دلوقتي هيقدر يشوف التعديل بتاعي. اوبن ستريت ماب ان ويكيبيديا، في ويكيبيديا طبعا بما ان اوبن ستريت ماب مستخدمه رخصه حره، فممكن جدا ان احنا نستخدمها في ويكيبيديا في اي مقاله بدون اي مشاكل بالنسبه للتصريح الرخصه. فهنا في مقاله مستخدمينها وي بريتش، دي مدينه انجليزيه، هنا واخدين الخريطه دي من اوبن ستريت ماب. وفي طريقه اخرى نستخدمها ان هي الخريطه ما تبقاش بشكل صوره، لا خريطه تبقى دايناميك. يعني هنا في مقاله القاهره لما ندخل عليها هنلاقي هنا الاحداثيات بالشكل ده، مقاله دايناميك ممكن نشوفها برضو على ويكيبيديا. هنا جايب الخريطة دي من اوبن ستريت ماب، فالخريطة دي زي ما احنا شايفين دايناميك، احنا ممكن نكبرها ونصغرها. وهنا جايب المقالات اللي في ويكيبيديا اللي هي احداثها موقعها قريبة بالموقع اللي احنا فيه. يعني مثلا المقالة دي جامع سنان باشا، لو عملنا لينك كليك عليها هيودينا للمقالة. دي مقالة بتتكلم عن الجامع، وزي احنا شايفين أحسن فايدة في المكان ده إن هو بيوريني المواقع القريبة، لو في مقالات موجودة في مواقع قريبة من المكان اللي بدور عليه. طيب اوبن ستريت ماب وجوجل مابس، ممكن حد يقول احنا عندنا جوجل مابس متوفر عندنا، ليه نستخدم اوبن ستريت ماب او ليه يبقى عندنا بديل ليه؟ فعلا جوجل ساعات بيبقى فيه اخطاء، وكمان ساعات كتير ما بيبقاش ابديتد. وزي ما بنشوف هنا مثلا المقاله دي نيويورك، هنا الخريطة في اوبن ستريت مابس جوجل مابس. زي ما احنا شايفين اوبن ستريت مابس في تفاصيل كتير جدا في المقالة، في مستخدمين كتير مضايفينها، وفي جوجل مابس مش موجودة. وفي حاجة تانية برضو ملحوظة مهمة، ان جوجل مش بيراعي خالص حتة البرايفسي، يعني الداتا بتاعتك اللوكيشن بتاعك او الداتا بتاعتك جوجل بيستخدمها في الاعلانات او في اكتر من حاجة، وطبعا الكلام ده مش موجود خالص في اوبن ستريت ماب. عندي زوز اسئله، سؤال الاول، وقت تقوم بالموديفيكيشن على اوبن ستريت ماب كيفاش تتم الموافقه وتثبت المعلومات؟ والسؤال الثاني في جوجل ما نجم نعمل معناها موديفيكيشن، شنو الفرق ما بين انه نقوموا معناها تغيير تلقائي على الاوبن ستريت ماب ولا على جوجل ماب فقط؟ اوبن ستريت ماب انت ممكن تعمل تعديل طبعا، بس بعد كده في المستخدمين القدامى او الاداريين زي ويكيبيديا بيراجعوا التعديلات دي، ولو في حاجه غلط بيصححوا بقى او مش بيعملوا ابروف عليه. بس في جوجل مابس انت ممكن تعمل تعديل، بس التعديل بتاعك مش بيبان دايركت، لازم يروح الاول لجوجل ويراجعوه وبعدين بيظهر على الخريطه. سؤال تاني؟ انا سألت لو
لنا ايه هو عدد المدنيين او المحامين الموجودين فوق الستريت مابس، وعايزه اعرف هم بيعرفوا يمكن من حاجه من الطرفه دي غلط. يعني اقصد اقول انا ممكن اكون محامي مش من مصر او اداري مش من مصر، بس مثلا جاتني مقاله مع انتحى عن حد اتحط مكان في تونس مثلا، فهو عارف منين حاجه زي كده؟ هل ده يعني في محامين من الوطن العربي؟ عدد المحررين العرب يعني يعتبر قليل جدا بالنسبه لعدد المحررين في دول اخرى، بس الحاجات دي بعد كده تولز زي الصفحه بتاعت احدث التغييرات مثلا في ويكيبيديا، في تولز زيها في اوبن ستريت ماب ممكن بنعرف التعديلات المضافه مؤخرا يعني، والدارين هناك بيراجعوها. So, I know the StreetMap editor, so I found your presentation interesting as much as I could follow it. Thank you. I run a project where we use Wikidata IDs as tags in OpenStreetMap. So if you look at the article that I wrote the other day on Monastir's railway station in the centre of the town, if you look at it in OpenStreetMap, you'll see one of the tags says Wikidata equals Q, whatever the number is. So it has the Q number from Wikidata. And you only do that where the object in OpenStreetMap has a Wikipedia article about it. So you don't do it for post boxes. You wouldn't link them to Tunisia Post Office because there are lots of them. But then you can link operator colon Wikidata to the Wikidata ID for the Tunis Post Office. So you can talk about the operator of a service, or if you have a statue, you could say subject colon Wikidata, and then the Wikidata identifies the person who is represented by the statue, even if there isn't an article on that statue. So I would encourage people not only to edit OpenStreetMap, but to link to Wikidata IDs, because then people who reuse the data from OpenStreetMap know which Wikidata entry and then which Wikipedia articles are relevant, and can draw in data from those or link to them as well. Thank you. لأنني لاحظت أنك كنت تفتح الخريطة في أوبن ستريت مابس، كنت لما تضغط على المقالة دائما تخرج لك باللغة العربية، فأنا تعجبت هناك العلاقة ما بين ويكيبيديا والخريطة على في من الناحية اللغوية. أنا أسأل من الناحية اللغوية، لأنه ممكن مثلا تكون مقالة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، يعني كيف هي العلاقة بين هذا الويكيبيديا والمقال اللي يكون بالخريطة؟ أنا ما فهمتش الصراحة كيفاش. لا هو موجود أكثر من يوم يعني. لا أكثر، ولكن مثلا ممكن تكون مقالة على مكان ما فقط بلغة واحدة. فهل هو يظهر لك على الخريطة إذا كنت بالعربية؟ لا يظهر لك بلغة واحدة. بس لو مكتوب أكثر من لغة أنت ممكن تختار اللغة اللي أنت عايزها. يعني إذا كان فقط بلغة واحدة يمشي لك تلك اللغة. يكون بالصينية يمشي لك المقالة بالصينية. أيوه بالظبط. بالظبط، بس في مقالة أكثر من هنا. في أي أسئلة ثانية؟ وأختم فقط يعني بالنسبة للكومباريشن بين أوبن ستريت ماب وجوجل ماب، يعني ثم مثال أكثر تعبير ومثال ممكن نعطيه هو أنت هو خلال الزلزال اللي ضرب هايتي في على عدد من السنوات، يعني صار and call for all the presence in the island وعملوا mapping، يعني كان التطور مرعب. في خلال 24 ساعة تم المابينج بتاع الجزيرة كاملة، يعني شركات الإغاثة كانوا معناتها good apport to participate. بالنسبة علاش نحط المعلومة إذا باش نعمل موديفيكاسيون، علاش نعملها في جوجل، نعملها في الأول ما نعملهاش في جوجل. ما تنساش انه جوجل شركه ربحيه، يعني المعلومه هذيك اللي تحطها انت في بعد النمبر دو فيزيت عدد زيارات معين، جوجل تولي تطلب بالمال من عند الزائرين، يعني انت قاعد تساهم في اثراء شركه فقيره جدا.
Sorry, I'm trying to get a translation at the same time. So you were talking about comparison Google, and one question that I have is why are OpenStreetMaps not used more widely? So when anybody is building an application, why are they using Google as opposed to using OpenStreetMaps? What is the incentive there? Is there an integration complexity, or why do you think that's happening? OpenStreetMap is not really a project to draw a map. OpenStreetMap is a database of geospatial information, and on openstreetmap.org, the website, it is rendered as a map so you can see what is in there. But the real purpose of OpenStreetMap is to provide the data so that you can draw your own maps. Now, that means there are lots of other people who provide rendered maps using data from OpenStreetMap. In the UK, for instance, we have a cycling map that doesn't emphasize the motorways because you're not allowed to cycle on them. It emphasizes the smaller roads, which are quieter and easier to use. We have a map for canals, which show you the shops that are near the canals, but not the shops that are a long way from the canals. So they're different renders of the map for different purposes, different ways of drawing the map. So if you want to use OpenStreetMap data in your own web page or on your own website, there are different ways to do that. One is to draw down the raw data and have a script that renders it. And another is to use a third-party service provided by somebody else. And there are a number of other people who will provide that service where you can include what we call a slippy map that you can zoom in and out and move around. But OpenStreetMap doesn't provide the service of putting a map in your own website using their server. They provide the data, and you can get that directly or through somebody else. And that means the barrier to entry is a little higher at the moment. That will change. It will become easier as more tools are developed. But it also is an issue of knowledge and publicity. And OpenStreetMap, and I speak as somebody very closely involved, OpenStreetMap isn't as good as telling people what it does as Google Maps or as Wikipedia. So OpenStreetMap needs better PR. Thank you. باتفاق مسبق بينهم وبين بعضهم. مثلا في جي بي اس في امريكا وفي كندا، في تومتوم، شركه تومتوم موجوده في اوروبا،
الشركات دي هي اصلا اللي بتقوم بعمليه نقل الخرائط او نقل الحقيقه من الشارع، بتحطه على الورق وبعد كده بتحطه على السوفت وير وبتبيعه باشتراك يا شهري يا سنوي وبتعمل ارباح خياليه. احنا بنعمل حاجه جديده للوطن العربي، لان لغايه دلوقتي لو بصينا هتلاقي الوطن العربي او افريقيا واسيا ما فيهمش المشروع ده، ومنطقه مباحه لاي واحد ممكن يخش يعمل اللي هو عايزه. جوجل ممكن تساعدنا بانها تدينا بعض الحدود الاساسيه، لكن لازم احنا كمستخدمين لويكيبيديا لازم نكون بنحط المكان صح. بمعنى انا لما اجي اتكلم على بيلدينج واقول ده مساحته 20 متر مثلا، تخش له عن طريق الشارع الفلاني اللي هو على بعد قد كده، لازم المعلومه المتريه او القياسيه لازم تكون وحده القياس هنا صح. لو مش صح هتلاقي بتروح مكان تاني خالص. شكرا. شكرا. بس انا عايز اضيف ان هي الدقه بتاعت هومسيك مابس يعني دقه كبيره جدا. لو عملت سيرش على اي منطقه نسبه كبيره هتلاقي الشوارع اسمائها موجوده والاماكن موجوده اسماء صح، بس برضه في اماكن لسه اماكن بعيده عن القاهره او كده ما عليهاش اي داتا خالص على هوم ستريت ماب، فده ضمن ان احنا نضيف المعلومات. ممكن نستخدمه برضه. معقول انا استخدمه انت لو هو دقيق والدقه ما تخليش قوي يعني حد تاني يبقى هستخدمه. هو دقيق بس مش في كل المناطق يعني لسه المناطق. لازم تكون معناه بحس بالدقه عشان المشكله بتاعت اللغه، المشكله بتاعت عدم الثقه تتلاشى في الالجوريزم. اكيد طبعا. Thanks for your presentation. Open street map and put it on Google Maps. Thank you.